تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اجتماعاتها النصف سنوية في فيينا في ظل متغيرات عديدة تطال أسواق النفط العالمية، وإصرار صقور المنظمة على تثبيت سياساتهم الإنتاجية والحفاظ على حصصهم السوقية من دون أي تغيير. هنا العاصمة النمساوية فيينا، الرخاء الذي يعيشه السياح بين قصورها الأثرية ربما لا يعكس حقيقة ما يدور خلف هذه الجدران. في هذه القاعة تحاول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الإضاءة على حالة أسواق الطاقة عشية اجتماعاتها النصف سنوية. المقررات تبدو محسومة باتجاه تثبيت مستوى الإنتاج وتجنب النقاشات الخلافية، لكن الملفات المطروحة باتت متشعبة، يتداخل فيها الوضع الأمني في الشرق الأوسط والنووي الإيراني والنفط الصخري وصولا إلى تدني أسعار الخامات. المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فاندر هويفن حذرت من تعطل محتمل في إمدادات العراق بسبب الحرب، ولا سيما أن أكبر نمو في الطاقة الإنتاجية لأوبك يتوقع أن يأتي من بلاد الرافدين. ما زالت التهديدات للإمدادات قائمة، تشهد السوق في الوقت الراهن وفرة في الإمدادات، وهو ما اتضح من تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، لكن عدم اليقين السياسي قد يعطل الإمدادات المتوقعة. ومقابل حالة عدم اليقين في العراق، تبدو طهران مطمئنة إلى إنجاز اتفاقها النووي مع الغرب، اتفاق تأمل منه زيادة صادراتها واستعادة حصتها من السوق العالمية. ويبدو أن على أوبك الاستعداد لفشلها ولو جزئيا في تحييد إمدادات النفط الصخري عن السوق، فسياسة خفض الإنتاج التي اتبعتها السعودية لم تتمكن من تجميد طفرة النفط الصخري الأمريكي. ومع استمرار إنتاج النفط الصخري وإصرار أعضاء أوبك على تثبيت حصصهم ودخول مزيد من الخام الإيراني إلى السوق، يتوقع أن يزيد فائض المعروض النفطي، الأمر الذي يضع حدا لحركة تصحيح الأسعار الذي تشهده أسواق النفط حاليا.